أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: سمعت كثيرا عن فتنة المسيح الدجال، فهل لا حدثتنا عنها؟ هذا في الأحاديث الصحيحة، مسيح الدجال، ونستعيذ منه في الصلوات التشهد الأخير، وهي فتنة عظيمة يهلك بها أمم والعياذ بالله، ولا يسلم منها إلا القليل، لأنه يأتي بأشياء غريبة جدا تغر الإنسان ضعيف الإيمان، تغره، وقد يتبع الدجال والعياذ بالله وينقاد له، ففتنته عظيمة. وما من نبي إلا حذر أمته الدجال، وأشدهم تحذيرا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن فتنته عظيمة.